أفاد مسؤولون أمريكيون بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في محي منهاتن بنيويورك، حيث انقطعت الكهرباء عن أكثر من 40,000 شخص عقب انفجار في محول كهربائي في المنطقة. وتحدث شاهد عيان عن سماع دوي انفجار، فيما قال متحدث باسم إدارة الأطفاء بنيويورك أن رجال الأطفاء موجودون في موقع حريق شب بمحولة. وأوضحت إدارة الأطفاء أنهم يستجيبون للعديد من البلاغات عن أشخاص علقوا داخل المصاعد الكهربائية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات.